انطلاق 5 كيلومترات المخصصة من اللجنة المنظمة لمنافسات هذا العمر. نبدأ بحضراتكم مع هذه الانطلاقة لنتابع ونشاهد معكم منافسات الأسماء 5 الأولى الحاضرة والمنطلقة. أول المراكز هذه بلشة على المركز الأول، تعود الملكية لهجن الشحانية، تابعها سالم بن فاران المري بعملية التضمير. المركز الثاني الدوحة، تعود الملكية لهجن الشحانية، تابعها جابر بن سالم بن فاران بعملية التضمير. أعطونا نقلة على المركز الثالث لنتابع ثالث التحديات. التواجد مشاهدي الكرام من وجود تحمل شعار هجن الشحانية، يتابعها أو هنالك على المركز الثالث اللي هي وجدان، تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فيصل بن طالب بن شريم من يتابعها بعملية التضمير. المركز الرابع وجود لهجة الشحانية لمتابعة جابر بن سالم بن فاران بعملية التضمير. المركز الخامس مداهمة على المركز الخامس، الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محسن بن علي بن فراج من يتابعها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء 5 الأولى المتنافسة والحاضرة. لنعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط لنتابع بلشة. يا لبلشتكم من بلشة ومن هذا الاسم ومن تواجد هذا الشعار بانطلاقته على المقدمة وعلى الصدارة. شعار هجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران الذهبي، يتابع انطلاقة هذا الشعار وتواجد هذه الانطلاقات المميزة. انتصفت المسافة، انتصفت مسيرة هذا الشوط. لنبدأ مع 3 كيلومترات المتبقية والمتبقيات عن ناموس هذا الشوط لنتابع أمور المقدمة. بدأت نوعا ما تتغير من قبل الدوحة والروحة مع الدوحة وإلى الدوحة وإلى الناموس. المساء الجميل بانطلاقة شعار هجن الشحانية، متابعة جابر بن سالم بن فاران من يتابع انطلاقة الدوحة. المركز الثالث التقدم من وجود تثبت الوجود دائما وأبدا من انطلاقاتها المميزة وانطلاقاتها الرائعة على منافسات مستمرة على أرضية ميدان التحدي وأرضية ميدان الكرم والجود. يا جود لهجن الشحانية، يتابعها جابر بن سالم بن فاران بعملية التضمير. المركز الرابع نتابع انطلاقة الضيفة العانية من دولة الإمارات وخصيصا من دبي ومن ميدان المرموم، حضور وتقدم من قبل وجدان تحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فيصل بن طالب بن شفيع من يتابعها بعملية التضمير. المركز الرابع أو الخامس اللي وصلت بهذه اللحظات وتسللت إلى رابع المراكز هذه اللي تحمل شعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني اسمها مداهمة محسن بن علي بن فراج العرابي، تابعها بعملية التضمير. أحد الشباب الخبراء في عالم التضمير وأيضا في صعوبته في تضميره، يقدم للأسماء الكبيرة الحاضرة والمتواجدة، وكذلك في السباق الماضي قدم لنا أسماء كبيرة كان لها حضور مميز في سن الحقائق وانتزع له كم نقطة في ايضا هذاك اليوم. اتابع مشاهدينا الكرام الاسماء اللي تدخلت في هذه اللحظات، الاسماء اللي وصلت. اول الواصلات تقدم شعار هجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران من يتابعها بالتضمير، وبعد شوي بنعطيكم معلوماتها واسمها اللي تسللت الى المركز الرابع. المركز الخامس تقدمت جمايل هجن الشحانية، متابعة محمد بن خالد العطية، وكذلك وصول الداودية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن
عبد العزيز الفاني، حسين بن محمد بن سفران، من يتبعها بالتضمير. هذه الأسماء بدأت بالاقتراب من بعضها البعض، بدأت تحلو المنافسة. يا سلام، مداهمة تداهم المراكز الأولى المتقدمة، تداهم الناموس بانطلاقتها. تحمل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، اتبعها محسن بن علي بن المفراج المري مع المركز الأول. لكن أمور الصدارة، الله، الداودية ذعتها قبل شوي في المركز الخامس، تسللت في هذا النداء وانطلقت مع المركز الأول لتفتتح مجريات الكيلومتر الأخير. الداودية تعود الملكية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سفران اللي تابعها بالتضمير، والمركز الثالث. يا لخطورة الموقف، شعارات هجن الشحانية قادمة على المركز الثالث. يا سلام، الأسماء قادمة، المضمرين قادمين، الذهبي والمشاقب والشبل. هنالك سيل جارف من الإبكار، لكن الداودية على الصدارة، الداودية مع القيادة، الداودية مع التتويج، مع الانطلاق، الداودية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سفران اللي تابعها بالتضمير. الله، مداهمة وصلت في هذه اللحظات، مداهمة تعود الملكية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. بن فراج يتابعها بالتضمير، محسن بن علي بن فراج العراب يقدمها لنا في عملية المسايرة والتدريب والتضمير. المركز الثاني وصلت مشرفة هجن الشحانية، سالم بن فراج. يا بوي، المنافسة ما بين مداهمة مشرفة مداهمة، وكذلك تنضم معاني لأجر الشحانية مع الأسماء المتقدمة، لكن مداهمة مع الناموس والتتويج. الثاني والتبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والثانية للعراب محسن بن علي بن فراج من قدم لنا مداهمة في ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني مشرفة، المركز الثالث معاني، المركز الرابع، المركز الثالث اللي هي معاني الهجة الشحانية، المركز الرابع وصلت الداودية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، المركز الخامس كان الوصول من قبل شعار الهجة الشحانية ومن قبل سرب من وصلت على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، 7:47، 4 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات للسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والثاني لمحسن بن علي بن فراج على فوز مدام بالمركز الأول. المركز الثاني 4:47، 8 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لهجة الشحانية على حصول مشرف على المركز الثاني، والثاني سرب فاران. المركز الثالث معاني، 7:48، 4 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لهجة الشحانية، والثانية لسالب بن فاران المري. نستودعكم الله.